على شرف الأسير لنا لقاء تكلله المحبة والوفاء. واختبع في قلوب الناس وبيوتهم رائد عاش فترات كثيرة في السجن وهو مريض، وكان الاحتلال يتعمد الإهمال بمرضه، وأحيانا كان يعالجه في حبة الأكمول فقط لا غير، رغم أنه كان مريض، عنده مرض في القلب ومرض عظيم في المعدة، مرض متواصل معه دائما يمنعه من أكل الألبان ومشتقاتها، وكان يعالجه بحبة الأكمول فقط لا غير. ما كناش نتوقع أن رائد يكتب هذه الرواية، فوجئنا كما فوجئ الجميع بهذه الرواية، وعندما درسناها حقيقة يعني رجعنا لأعوام كثيرة منذ أن كان مطاردا وإلى فترات السجون والفترات التي قضاها مع إخوانه الأسرى ومعاناة أمهاتهم جميعا. أنا بعتبر الكتاب هو وثيقة تاريخية أرخ فيها المجاهد البطل رائد السعدي لفترة مهمة من تاريخ شعبنا، وكتب فيها يوميات مقاتل حقيقي، ونقل من خلالها يوميات الدعم اللي لقيه رائد من كل قطاعات الشعب، سواء من أسرته الصغيرة أو الأسرة الكبيرة في قريته. الكتاب مهم لأنه يؤرخ لمرحلة جميلة وتاريخ جميل من الكفاح الجماعي الوطني الفلسطيني والشعبي، واللي من المفترض أنه ينتقل اليوم، هذه التجربة تنتقل اليوم عبر كتاب رائد وأمثاله من التجارب المكتوبة أو المسموعة أو المرئية للأجيال القادمة، اللي أتمنى أن تستعيد هذه المرحلة الذهبية والحقبة الذهبية من الكفاح الوطني والشعبي الفلسطيني. تجربة رائد اليوم هي موجودة في كتاب، تجربة بطل من أبطال شعبنا، بطل حي، بطل حقيقي، بطل واقعي ملموس، وبالتالي يمكن له أن يكون نموذج يحتذى للأجيال القادمة من شعبنا. رائد كان مكافحا كما ذكرت لك، ذهب ليجمع القرش اللي تأكل الأسرة وتعيش الأسرة، ولكنه لم يستمر هناك، عاد لم يفكر بذلك أصلا، بل بالعكس كان همه أن يعود. وإذا لاحظت في الكتاب هو حتى في الخروج وفي الدخول كان يجري اتصالاته التنظيمية مع حركته ويأسس العمله في الداخل المقاوم.